تحتل الموالح المرتبة الأولى بين محاصيل الفاكهة في مصر من حيث المساحة والإنتاج، حيث تقدر المساحة المنزرعة بها بحوالي 34% من جملة مساحات الفاكهة الإصابة بالحشرات والأمراض المختلفة. ولأن الموالح كغيرها من أشجار الفاكهة تحتاج لعمليات خدمة مختلفة على مدار العام، إذا تمت العناية بالبستان بالشكل الذي يحسن الإنتاج ويحمي الأشجار والثمار من مخاطر الإصابة بالحشرات والأمراض المختلفة. ولأن الموالح كغيرها من أشجار الفاكهة تحتاج لعمليات خدمة مختلفة على مدار العام. لأن أشجار الموالح زيها زي غيرها من أشجار الفاكهة فهي بتحتاج لعمليات خدمة طول السنة. معنا دكتورة فاطمة قطب هتعرفنا إيه هي العمليات اللي بتحتاجها أشجار الموالح وإيه هي شروط الخدمة الأساسية والمفيدة علشان نعمل بستان مفيد ويحقق عائد أكبر للمزارع. أهلا بيكي. أهلا بيكي. أهلا وسهلا. بداية برحب بيكم في معهد بحوث البساتين في قسم بحوث الموالح، وإحنا دلوقتي موجودين في مشتل الموالح. طبعا الموالح من اهم المحاصيل الفاكهه في جمهوريه مصر العربيه. بتمثل الموالح حوالي تلت مساحه الفاكهه وكمان تلت الانتاج من الفاكهه، غير انها في الثلاث سنوات الاخيره بنصدر ما يقرب من مليون طن من الموالح فريش. وعلشان كده لازم ان احنا نهتم جدا بالعنايه باشجار الموالح، بدايه من البذور وزراعتها في المشتل وانتاج الشتله الجيده والخاليه من الفيروس، لعمليات الخدمه المختلفه من ري وتسميد وتقليم، حتى نصل في النهايه للحصول على مواصفات عاليه جدا للمنتج وكميه عاليه من الانتاج، بحيث نحقق جودة عالية من الإنتاج مع كمية مرتفعة من المحصول اللي بتحقق الربح للعائد والعائد العالي للمزارع بتاع الموالح. إيه أفضل توقيت مناسب طول السنة لزراعة بستان موالح؟ هو زراعة الموالح ممكن بتتم طبعا بزراعتها بالشتلات، ولذلك إنه ممكن كل شهور السنة نزرع فيها الموالح، لكن أفضل معادين هو معاد الربيع ومعاد الخريف. دول أفضل معادين لزراعة الموالح، فبيتم زراعة الشتلات في الأرض المستديمة في مواعيد الربيع بداية من فبراير ولغاية إبريل، ومواعيد الخريف بداية من شهر 9 لنص 10. بيفضل في الأراضي الدلتا والأراضي التينية معاد الربيع، علشان لما بنزرع في فبراير ونكون انتهينا من إنه الشتلة بالظبط ثبتت نفسها وابتدت الجذور تنمو وتتأقلم مع التربة الجديدة اللي هي اتحطت فيها، بتيجي عليها بعد كده رياح الخمسين. فلو ان الشتلة اخدت وضعها كويس في المرقد بتاعها وابتدت جذورها تنمو والشتلة نفسها تنشط، فبيبقى التأثير اقل شوية عليها لما بتدخل بعد كده الموجة الحارة ورياح الخمسين. اما بالنسبة في الاراضي الصحراوية او الرملية بيفضل معاد الخريف، لانه الشتلة بتكون اتزرعت بدري كويس بوقت كفاية عن ما يحصل موجات البرودة اللي بتأثر عليها، وبتكون فعلا الجذور ابتدت تنشط وتثبت النبات في التربة، ويبتدي العمليات الحيوية والفسيولوجية بتتم بصورة كويسة، وبالتالي بنفوت عليها موجات الصقيع اللي بتحصل، والشتلة بتقدر تقاوم وبتتعايش وبتكون اتأقلمت على الجو والمكان الجديد اللي هي اتزرعت فيه. بالنسبة لأشجار الموالح، ثمار الموالح بتحتاج إلى معدلات سمادية مقننة، بحيث أن أنا أوصل في نهاية الموسم إلى المحصول المراد الحصول عليه، ويكون في نفس الوقت هذا المحصول استخدمت فيه كميات سمادية تحقق لي عائد اقتصادي مجزي في نهاية الموسم. فإحنا بنضيف لأشجار الموالح أسمدة عضوية وأسمدة كيماوية. الأسمدة العضوية دي بيتم إضافتها في شهر ديسمبر وشهر يناير أثناء الخدمة الشتوية، واللي بتتحلل هذه الأسمدة بعد خلال فترة الشتاء وبتدفي للجد، وبيستفيد منها النبات أو الشجرة أثناء موسم النمو. بنيجي للأسمدة الكيماوية، عبارة عن سماد فوسفوري، والسماد الفوسفوري بيضاف مع الخدمة الشتوية أثناء إضافة الأسمدة العضوية في شهر ديسمبر وشهر يناير، بالإضافة إن أنا
بستخدم حمض الفوسفوريك في صورة سائلة في شهر مارس وإبريل ومايو، وفي شهر أغسطس بتركيز نص لتر لكل 80 لتر. في أسمدة أزوتية اللي بتوفر عنصر الأزوت زي نترات النشادر 33%، ودي بضيفها في شهر مارس وشهر مايو. وفي سلفات نشادر 20%، ودي بيتم إضافتها في شهر أغسطس. في أسمدة بوتاسية اللي بتوفر لعنصر البوتاسيوم، فبضيف نترات سلفات البوتاسيوم بتركيز 48%، ودي بتضاف في شهر مارس وفي شهر أغسطس. أما بالنسبة للعناصر الصغرى فبيتم إضافتها على الأوراق من خلال عملية الرش، وهي بتوجد في صورة كبريتات أو بتوجد في صورة عناصر مخلبية. هذه الصورة بتكون أفضل نبات، ومع الاحتياط أن أنا ما أضيفش العناصر الصغرى إضافة أرضية عشان ما يتمش تثبيتها في التربة. إيه هي احتياجات النبات من المية؟ بالنسبة لشجر الموالح بيحتاج المية على مدار العام، لكن بتختلف كمية المية اللي أنا بضيفها للشجرة حسب درجة الحرارة وحسب الظروف الجوية اللي احنا فيها. وإيه هي الطرق السليمة علشان تزود إنتاجية المحصول؟ بالنسبة للري، لازم عشان أزود إنتاجية المحصول إن أنا بخفف عملية الري في موسم الشتاء، فبتتباعد الري بين كل ريه وريه، ممكن تصل الريه والريه من 30 ل 45 يوم في الشتاء. أما بالنسبة لموسم النمو وقبل عملية التزهير اللي بيكون في منتصف مارس بحتاج إن أنا أدي ريه غزيرة قبل التزهير، وأثناء عملية التزهير وأثناء عملية العقد بيكون الري على الحامي، يعني بمعنى أن عملية الري بتكون هادية جدا، وبضيف العمليات مية باستمرار لكن بكميات متناسبة بحيث أن هي ما تسببش اختناق في جذور النبات ينتج عنه تساقط الأزهار وتساقط العقد، وبالتالي بيقلل المحصول. بالنسبة لعملية زيادة المحصول دي بتحتاج طبعا ري باستمرار، وعملية المية عندنا دي ما بتجيش باستمرار، ففي نقص في عملية المياه، فدي بتأثر على النبات. نمرة واحد. نمرة اتنين، عملية المقاومة عندنا لازم دي باستمرار، مقاومة دي لازم عشان يقاوموا الأمراض اللي بتيجي للنباتات الصغيرة دي، فدي عايزة عملية متابعة باستمرار. هل بتختلف عمليات الخدمة على حسب نوع وصنف المحصول؟ طبعا، ما هو المحصول زي المحصول لما يكون صغير مثلا ابن سنة، فده ما بيحتاجش مثلا برنامج خدمة غير بسيط، انما لما بيبقى بيزيد عمره مثلا لسنتين وثلاثة فبيحتاج إضافات زيادة. بالنسبة للأسمدة بيحتاج بتاع ده خدمات زيادة، بالنسبة للأدوية اللي هي بيترش بيها وكده. يعني قولي إيه هي المشاكل اللي بتواجهك طول موسم زراعة محصول الموالح؟ أنا خصوصا في فصل الصيف عندي المشكلة في عدم وجود مية، لأن المية ما بتجناش باستمرار أو ما بتجناش بأوقات منتظمة، فبتيجي متقطعة، وده طبعا بيأثر على النباتات بصفة عامة. يعني ايه هي الشروط اللازمة لإنشاء بستان يدي عائد أكبر للمزارع؟ الشروط المناسبة لإنشاء بستان الموالح دايما لازم بنفحص عدة عوامل. العامل الأول عامل التربة، تركيب التربة ونوعيتها، وجود طبقات صماء من غيره، وجود شبكة ري كويسة، وجود شبكة صرف جيدة ما يقلش ارتفاع الماء الأرضي فيها عن 1.5 متر. بداية لما بنيجي ننشئ بستان الموالح بنحدد المساحة اللي احنا هنزرعها، وبنبتدي نقسمها على
الابعاد اللي احنا هنعمل عليها هنزرع عليها الاشجار تبعا للصنف وطبيعه نموه والاصل المطعوم عليه. بدايه اول الخطوات لانشاء مزرعه الموالح ان احنا بنبدا بزراعه مصدات الرياح، ودي بيتم انشائها قبل زراعه البستان بحوالي سنتين. بتتم زراعه الاشجار مصدات الرياح، وغالبا بتكون اشجار الكازوارينا، على بعد 5 أو 6 متر من بداية أول صف للأشجار. المسافات بتكون بين مصدات الرياح وبعضها حوالي متر ما بين الشجرة والتانية في الصف. وبيفضل إن احنا نزرع صفين من مصدات الرياح على شكل رجل غراب، ما بين الصف والصف متر، وما بين الشجرة والشجرة متر، بحيث إنه يكون وضع الأشجار بالتبادل مع بعضها. بيتم زراعتها قبل إنشاء البستان أو قبل زراعة شتلة الموالح في الأرض المستديمة بسنتين، علشان تكون وفرت الحماية الكافية واللازمة المطلوبة توفيرها للشتلات اللي هنزرعها بعد كده لتحميها من أضرار الرياح في الأراضي الرملية بالذات، من أضرار الرياح الساخنة والرمال اللي بتسبب خدوش وجفاف في الأوراق وبالتالي سقوطها. وبعد زراعة مصدات الرياح بيتم بعدها بسنتين حفر الجور وإعداد الشتلات للزراعة. بيتم خلط الجور بالسماد العضوي، وحفر الجور بيتم على أبعاد 60 × 60 × 60، وخلط التراب الناتج من الجورة مع السماد العضوي. بنستخدم حوالي 20 متر مكعب للفدان. وممكن دلوقتي بنخلط الكمبوست والمادة العضوية عوضا عن السماد البلدي المتحلل اللي كان بيستخدم قديم ودلوقتي بقى مش متوفر بصورة كبيرة، ونظرا لأن الكمبوست كمان بيكون متحلل فبيكون ما فيهوش خالي من البذور الحشائش لقدر كبير، وبالتالي بنحاول ان احنا الشتلة لما تتزرع تكون خالية الى قدر كبير البيئة حواليها من اي بذور للحشائش. بالنسبة للحشائش، هي بتمثل مشكلة كبيرة جدا في مزارع الموالح، وعامة بتمثل مشكلة في مزارع الفاكهة عامة. الحشائش أنا عشان أقضي عليها بستخدم المبيدات اللازمة ليها، وبضيفها في أوقات معينة. فأنا على سبيل المثال لما أجي أضيف المبيد وأرش الحشيشة، لازم أضيفها في الوقت يكون مبكر، ويكون طول الحشيشه ده وصل لارتفاع معين. ثانيا، ان انا لما اجي استخدم الرش ده يكون العامل مدرب، بحيث انه هو المبيد لا يلمس الاوراق، ما يلمس العقد، ما يلمس الثمار، ما يلمس جذع الشجره. من الحاجات المهمه ان لازم يكون المبيد ده امن على العامل، ويكون ان الرشاشه بعد الاستخدام مفروض تنظيفها تنظيف جيد من اثار المبيد اللي فيها. ايه هي الضوابط اللازمه لاستخدام منظمات النمو؟ منظمات النمو بتستخدم في صوره منتشره جدا وبصوره واسعه، وده لان بعد عمليه التلقيح والاخصاب وتكوين العقد بتحتاج الثمره الى حد ما الى منشطات خارجيه. هذه المنشطات بتقوم بتوصيل الثمره دي للكواليتي او الجوده اللي انا محتاجها. فعلى سبيل المثال انا بستخدم الجبرلين بتركيز 3 قرص لل 100 لتر مع اي مبيد فطري، ده بيسبب لي تثبات التزهير وزياده نسبه العقد. كذلك يمكن استخدام اليوريا منخفضة البيوريت في شهر يناير بتركيز 1%، دي بتشجع على تكوين البراعم الزهرية اللي من خلالها بتديني الزهرة اللي بعد كده في المستقبل بتدي العقد، وبالتالي بتدي الثمرة. لو هنتكلم عن المكافحة الكيماوية، ايه هي الضوابط اللازمة لاستخدام المكافحة الكيماوية للموالح؟ بقول لحضرتك ان اهم ضوابط اساسية، اولا ان انا إضافة المبيدات بتكون بصورة آمنة بحيث إنها لا تلامس جذع الشجرة ولا تلامس الثمار. ثاني حاجة إن تكون في وقت مبكر من اليوم. ثالث حاجة
ان هذه المبيدات تكون امنه فعلا ويكون صح باستخدامها من قبل وزاره الزراعه. زادت ل 35 أردب والذرة الصفراء بقت 33 أردب والقطن 15 أمتار. مشروع الزراعة النظيفة من بايوتك بضمان دكتور رضا النحراوي.